مساء الخير واهلا بيك معانا استاذ سراج في السادسه. مساء النور استاذ احمد سمير، ارحب بك وارحب بكل مشاهدين قناه الاهلي وبكل من يتابع قناتكم وبكل الشعب المصري. اهلا بحضرتك معانا. وفي البدايه الحقيقه قبل ما ادخل في الصفقات وفي ملامح الدوري، يمكن كنا في فقره اخبارنا النهارده استعرضنا خبر بيقول ان الحكومه الايطاليه ووزاره الرياضه بتدرس تاجيل او تعليق الدوري الايطالي بسبب تفشي فيروس كورونا. نعرف منك حقيقه الوضع هناك. نعم، هو بالامس تابعت احد البرامج المشهوره في ايطاليا واللي ربما تلقى صدى كبير اكثر من غيرها، برنامج يعرض على قناه ايطاليا يؤونوا اسمها تيكي تاكا. تحدثوا امس ما يقارب عن 6 أو 7 محللين عن نقطه تفكير الحكومه الايطاليه وايضا من خلف الاتحاد الايطالي لكره القدم في 48 ساعه القادمه فيما حصل لنادي جنوا ما يقارب عن 16 مثلا حاله كورونا، في ان ممكن تؤجل مباريات الكالشو خاصة مباراة يوفنتوس ونابولي. لماذا يوفنتوس ونابولي بالذات هي اللي حديث عليها أكثر شيء؟ لأن جنوة آخر مباراة لعبها كانت ضد نابولي، فالموضوع لغاية الآن لا يوجد تأكيد أو كونفرميشن بالكامل، لكن في انتظار الساعات القادمة ليتم التأكيد فعلا تأجيل الجولة الثالثة من كأس. طيب خليني أنتقل مع حضرتك للأسماء اللي ارتبطت بصفقات لأندية في الدوري الإيطالي سواء قادمة إلى الكالتشو أو راحلة عنه، وهبتدي الحقيقة بصفقة قيل عنها أنها صفقة تبادلية محتملة، أنه احتمال أنه لاعب البلوز أو لاعب تشيلسي نجولو كانتي ينتقل للإنتر في صفقة تبادلية في مقابل انتقال إريكسن لصفوف البلوز. صحيح أو حقيقة المعلومة دي، وإزاي ممكن ده يتم؟ نعم، هو في هذه الصائفة تحديدا كان واضح جدا اصرار انطونيو كونتي على جلب اللاعب كانتي لنادي الانتر بكل الطرق. شراء اللاعب بمبلغ مالي كبير نوعا ما صعب شويه على اداره الانتر، لكن الانتر دائما كان يحاول ادخال اي اسم يمكن ان يرغب فيه نادي تشيلسي. في الاونه الاخيره اللاعب اريكسن الدنماركي نعرفوه تعلق في توتنهام في السنوات الماضيه، وتوتنهام طبعا يعتبر ديربي مع تشيلسي، واللاعب يعني ما زالت قيمته ثابته في نظر او عيون الكره الانجليزيه خاصه نادي تشيلسي. فربما فرانك لامبارد يجد ضالته في إريكسون بعد ما قام فريق تشيلسي ببعض الصفقات في هذا الصيف، ولغايه الان مع ان ما زال ربما الوقت مبكر قليلا للحكم على صفقات وعمل اداره تشيلسي، لكن ربما يروا ان إريكسون في الثلث الهجومي يكون مفيد للبلوز في الوقت الذي ربما كانتي ياتي الى الانتر ويحقق بينغوسين الحلم او السونيو اللي هو يحلم به انطونيو كونتي في خط الوسط. لغايه الان تبدو فقط مفاوضات كما يقول الطليان تراتاتيفي، لكن الواقع ربما قد يظهر في الساعات القادمه. طيب خليني اروح لصفقه كاليدو كوليبالي، وكوليبالي الحقيقه من الاسماء اللي من اكثر من موسم مضى بنسمع دايما عن رغبه انديه كبيره جدا وكثيره جدا في اكثر من دوري انها تشتري كاليدو كوليبالي. سمعنا في بعض الاوقات اهتمام المان يونايتد بكوليبالي، سمعنا مؤخرا عن اهتمام ليفربول وعروض مقدمه من البارسا. هل يستمر كوليبالي مع نابولي ولا في الميركاتو يتوقع ان هو ينتقل لنادي اخر؟ هو نقول لك صراحه انا اتابع اعلام نابولي يعني بشكل مصغر شويه، ممكن اعلام ايطاليا يتكلم عن خروج كوليبالي في اخر شهر، لكن اعلام نابولي بالذات من بعض الاصدقاء اللي هم يطلعوا في القنوات الخاصه بنابولي سواء راديو او تلفزيون ابرزهم من رافائيل اورييما الصحفي الشهير جدا من نابولي دائما يتكلم ان باريس سان جيرمان ومانشستر سيتي مصرين على جلب اللاعب، لدرجه ان نابولي بدا يفكر في خط الدفاع فيما بعد رحيل كوليبالي. يعني حتى نابولي يتكلموا انه حيمشي الموسم هذا جاتوزو بماكسيموفيتش ومانولاس وربما اسماء اخرى قد يركز عليها الفريق في الفتره القادمه، ونابولي في ذات نفسه بدا يقلم اجواء الفريق فيما بعد مرحله مغادره كوليبالي من نابولي. الكاتب الصحفي سراج الكاشيني متخصص في كره القدم الايطاليه، بشكرك شكرا جزيلا على التواصل معنا على شاشه النادي الاهلي.